سعيدة العكرمي قد دونت منذ يومين تقريبا 28 جوان 24 منذ ثلاثة أيام أستاذة سعيدة نسمع فيك توي. مرحبا بك أستاذة سعيدة. كنت دونت 28 جوان 24. أستاذ البحيري دخل في إضراب عن الطعام بالسجن. ما هي أسباب التي دفعت الأستاذ البحيري إلى الدخول أو الإعلان عن إضراب جوع؟ تحية ليك سي حسين ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. شكرا على هالمكالمة هذه في الوقت هذا، خاصة أنه أنا الأستاذ البحيري دخل في إضراب جوع منذ يوم 28 جوان، معناها اليوم عنده 4 أيام. اليوم زرته أنا بالسجن المدني بالمرنقية، حالته معناها شوية ولت عنده الضغط الدم، معناها عنده ضغط، معناها الضغط ارتفع شوية، والسكري معناها زاد نقص، وخاصة انه اضافة للضرب الجوع اليوم لقيته مريض شوية، عنده قريب معناها، خاصة في السخانة هذية اللي في تونس كما تعرف وصلت معناها درجات مرتفعة جدا. اذا كان نحن البرة ونتنفس وعن كليماتيزور وعن درشنوة وعن مراوح وعن وعن وعن، هو ما فما بالك معناها انسان مضرب عن الطعام في غرفة معناها صغيرة، الضوء الكهرباء معناها يشعل 24 ساعة على 24 ساعة، فهي السخانة هذية، وربي إن شاء الله يكون في عونه. السبب نتاع الضرب الجوع هذا هو أنه كما تعلم أنه الأستاذ نور الدين البحيري تم اعتقاله واحتجازه يوم 13 فيفري 2023، والاحتجاز هذايا والاعتقال هذايا تزامن معاه انه تم معناها استعمال القوة وتعنيفه في داخل المنزل، داخل المنزل وخارج المنزل مع يومها. اللي تسبب له في كسر في يده اليسار، ومع 4 كسور في الأضلع، وتمزق بسيط في الغشاء المخاطي نتاع الرئة تمس شوية. نعم، سهر نهار 13 معناها هو مخرجينه من الدار، معناها لزام الدفاع نتاعو أشعر الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالتجاوزات اللي صارت له، والهيئة مشكورة زارته العديد من المرات معناها داخل السجن وكذلك في المستشفيات، خاطر هو وقتها عمل عملية في مستشفى شرنيكول، ثم بعد العملية بنهارين تم إيواءه بمستشفى الرابطة في العناية المركزة، بقى 5 أيام. الهيئة زارته وتقصات حسب القانون متاعها، هو القانون متاعها متاع قانون عدد 43 لسنة 2013 يمكنها من الفصل الثالث منه أنه زيارات الفجئية ويجيها إشعارات تمشي تتقصى، ولا قامت به مشكورة. وأخيرا أستاذة سعيدة اسمح لي، ثم شوية تشويش في الصوت، لكن معطى مهم أنه ثم تقرير من الهيئة الوطنية، ويمكن للسادة الزملاء وضعه على خلفية الشاشة، تقرير من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في لجنة التقصي يتعلق بوضعية الأستاذ البحيري. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مش هذا الهيئة الوطنية من التعذيب، إذن وهو طلب ب يعني تفعيل مطالب اللجنة. التقرير هذا فيه تشخيص الانتهاكات اللي صارت له، المنسوب ليهم الانتهاك شكون،
ثم في الاخر معناها الهيئه تقول في تقريرها كانت ترجعتو تقول نصرح قيام ما يكفي من القرائن والادله على ارتكاب المنسوب اليهم شبهة انتهاكات حقوق الانسان من موظف عمومي او شبه اثناء مباشرته بوظيفه او بمناسبه مباشرته. وطلبت الهيئه طلبت في التقرير هذايا فتح تحقيق ضد المنسوب اليهم الانتهاك اللي هما عوان الامن وقاضي التحقيق بالمكتب 33. هل التقرير هذايا تم ايداعه من طرف الهيئه الوطنيه للوقايه من التعذيب يوم 15 سبتمبر 23، والى يومنا هذا لم يتخذ فيه اي قرار باحاله المعتدين. وبالتالي الاستاذ البحيري هل طلب نتاعو شنو؟ يقول لك انا تكسرت، انا دقدقت، انا صار فيا وتوا الى حد الان يعاني من مخلفات الكسور هذيك، والى حد الان المعتدين ما تحاسبوش. طالب محاسبه كل نعم. شخص اعتدى عليه. هذا الطلب نتاعو. الطلب الثاني هو ان السلطه التنفيذيه ترفع ايديها على القضاء وعلى ملفاته. نعم، واضحين المطالب. التذكير انه غدا كذلك الاستاذ البحير غدوه الثلاث غدوه 2 جويلية عنده قضيه اخرى. لا، غدوه عنده جلسه قضيه التدوينه، ما تعرف بالتدوينه الغير موجوده. غدوة جلسة أمام الدائرة الثانية، الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتم إحالته في الملف هذايا على الفصل 72 من القانون الجنائي اللي فيه معناها العقوبة نتاعو عقوبة الإعدام. معناها عقوبة إعدام فصل 72 في ملف تدوينة غير موجودة. وأثبت الاختبار بواسطة معناها أهل الخبرة اللي المحكمة هي اللي أذنت بهم، معناها الفرق الأمنية اللي هي مختصة في المعلومات وفي السلامة المعلوماتية وفي حل. معناها الاختبار هذي أثبت أنه هالتدوينة هذي اللي تم إحالته عليها وباش يتحاكم فصل 72 اللي هو العقوبة نتاعو الإعدام، التدوينة هذي غير موجودة ولا يمكن نسبتها إلى نور الدين البحيري. يعني قضية تآمر فصل 72 الاعتداء على الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة. أيوة، وهو وحده في القضية أستاذة؟ وحده، ما هو المؤامرة معناها التآمر على الدولة دي تدوينة غير موجودة ودي شخصي، رغم اللي أركان الجريمة هذيك معناها أنا مش وقته باش نعدد أركان الجريمة في نعم. فصل 72 معناها يلزم ناس ومخططات واعتداءات على وربما الأسلحة وكذا نعم ومهاجمة الواحد وأسلحة وكل شيء، لكن هذه ملف معناها فصل 72 عقوبته الإعدام شخص واحد تدوينة غير موجودة. وأثبت اختبار معناها اختبار أذنت به المحكمة لأنه حكم التحقيق أحاله بفصل 72 دون اختبارات، رغم أن الأستاذ البحيري من نهار الأولاني قال له هالتدوينة هذه مش بتاعي، أنا ما كتبتش التدوينة هذه وما لقينا ومش ممكن تلقاها خاطر أنا ما كتبتها. ومع ذلك قال التحقيق أحاله، معناها صدر فيه بطاقة إيداع ثم أحاله فصل 72، لكن دائرة الاتهام معناها رجعت الملف بالتحقيق وقالت له اعمل اختبارات اعمل اختبارات نعم. لكن حتى الاختبار جاء قال انه لا يمكن نسبه هالتدوينه هذه للبحيري. وربما هذا ما جعل منظمه العفو الدوليه تذكير السادة المشاهدين بتاريخ 13 ماي 24 تكتب يعني صيحه فزع وزير سابق يمثل المحاكمه بتهم زائفه، هذه منظمه العفو الدوليه، وتؤكد ما ذكرته الاستاذه انه دائره الاتهام عينت خبير، الخبير هو الذي اثبت او اثبت عدم وجود تدوينه للاسف الشديد. هي اثبت كذا هو معناها الاستاذ البحيري في الملف هذايا تبنيت عده منظمات دوليه من بينها انه محامون افوكاسون فرونتير محامون بلا حدود معناها ارسلوا محاميين معناها للحضور غدا كمراقبين في الملف هذايا.
نعم. كلمة أخيرة أستاذة، هو توا عنده جملة من القضايا، هل تنفصل هذه كلمة أنت الناشطة الحقوقية، هل تنفصل محاكمة البحيري عن باقي المحاكمات التي تهم صفوف الأولى للنهضة والمعارضة السياسية بصفة عامة أستاذة سعيدة؟ هو محاكمة البحيري هي جزء من المحاكمات الكبيرة اللي معناها تم استهداف المعارضين، تم استهداف كل شخص معناها ضد الانقلاب، تم استهداف كل شخص ناوي يترشح، وبالتالي معناها هي جزء من المحاكمات الكبيرة هذه اللي إن شاء الله معناها ينتصر معناها فيها القضاء لعدالة القضاء. نعم. أنا بالنسبة للقضاء كما تعرفوا معناها بعد إنهاكوا بالعفاءات متاع 57 قاضي، عدم معناها ما رغم اللي المحكمة الإدارية أنصفتهم وفما يقف تنفيذ لم يقع معناها تنفيذه، حل المجلس الأعلى القضاء، وضع مجلس أعلى القضاء اللي توا حتى المجلس الأعلى القضاء المؤقت هو غير موجود باعتبار جل أعضاءه معناها إما خرجوا في تقاعد او قدموا استقالتهم. نعم ترتيباته مختلفه مع 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 سمح لي مع انه تويك كل قاضي يوميا نحن نسمع ونراو انه فما مذكرات بمجرد مذكره من وزيره العدل يتنحى قاضي اليوم ويحط في مكان اخر يمشي قاضي اخر، هالمذكرات. نعم. اللي اصبحت يوميه، وبالتالي القضاء في تونس معناها ربي فرج عليه. أمين. شكرا جزيلا أستاذة سعيدة العكرمي، الحرية للمساجين السياسيين، وإن شاء الله تنتصر العدالة وانتصر القضاء لعدالة المحكمة إن شاء الله. شكرا سعيدة.